ما تسيبش الدار الكورونا صعبة ومرة ما فيهاش هزار. تعلمت العود في أواخر التسعينات، فأنا كنت واحد من الشباب اللي بيغنوا في الأفراح الشعبية، فكان معي عدة شباب يعني معي، فاشتريت عود عشان واحد من الشباب يتعلم عود ويبقى معي طبلة وضف وعود وأنا أغني. فقعدت فترة عشان حد يتعلم، ما حدش تعلم العود، فاضطريت أنا أتعلم العود، فسبت الغناء واتجهت للعزف العود في الأفراح الشعبية. اشتغلت حوالي 10-12 سنة في الأفراح الشعبية، وبعد كده جت الثورة، جيت بقى القاهرة اشتغلت في الأعمار الحرة. بعدين لقيت الأعمار الحرة مش مناسبة معايا، يعني بالنسبة لي معايا أسرة وسكن مش هينفع، فاضطريت اشتغل حارس عقار يعني امسك عمارة بحيث يبقى سكني في نفس الشغل ونفس ما فيش مواصلات ولا حاجة. فاشتغلت في كذا عمارة، في عماير تاني كانت مع ما حدش يعرف اطلع عود اعزف، يقول لي ايه احنا شغالين في كباريه، اقعد شهر واكمل الشهر بتاعي واسيب العمارة وامشي. جيت نفس اتكررت مرتين الموضوع ده يعني. فجيت هنا في الدقي ناحية نادي الصيد، لقيت ناس بتفهم شوية وبيحبوا الفن وبيحبوا متقبلين اللي انا فيه يعني، حتى لو ما طلعتش العود يقول لي ايه النهارده فين العود، وحد فاشي في الشارع يقول لي النهارده فين العود، يعني لقيت الناس ايه بتشجعني اكتر عن العود. فالعود ده كل حياتي يعني، مثلا انا ممكن لو زعلان اطلع العود واعزف، زي السجاير يعني، زي واحد بيدخن سجاير لو زعلان بيطلع سجاره، انا ماليش في السجاير، هو سجارتي هو العود، فكل حياتي هو العود. خليك في البيت ما تخرجش، خليك في البيت علشان ما تجيش في يوم تندم وتقول يا ريت. ما تسيبش الدار ولادك صغار، ما تسيبش الدار ولادك صغار، دي العمرة منعنها وزيارة البيت.